لو كنت ابن حقيقي لله، لو كنت في علاقة حقيقية معاه، رب يسوع النهاردة بيقول لك لا تخف، أنا باخد بالي من العصافير، مفيش واحد منهم بيسقط إلا بإذن أبيكم، وإنت أغلى بكتير جداً من أي عصفور، إنت غالي عليا جداً. شوفوا أحبائي، الرسول بولس يتكلم عن الأشخاص اللي راحوا للمسيح وأصبحوا في علاقة حقيقية مع الله من خلال المسيح، يقول عنهم نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. أنت بقيت محفوظ وبقيت شخص مهم عند الله جدا، لدرجة أنك بقيت حتة من جسد المسيح، عضو حقيقي في جسد المسيح. جميل، واحد من رجال الله قال الله الآب بيحضر جنازة كل عصفور، فكم بالأولى المؤمنين باسمه.